باتت هافانا مدينة أشباح مع عودة السيارات السياحية إلى المستودعات وإقفال معظم المقاهي والمطاعم، فيما قطاع السياحة في البلاد يئن تحت وطأة إغلاق الجزيرة لمكافحة تفشي جائحة كورونا. حتى الآن الأمور مقبولة، ولكن استمر الوضع على ما هو عليه فسأضطر إلى استعمال مدخراتي. وتمكن القطاع الخاص في السنوات الأخيرة من تحقيق نمو في هذا البلد الاشتراكي، حيث تسيطر الدولة على الأنشطة الاقتصادية، وأصبح يشغل اليوم حوالي 635 ألف شخص، ما انعكس إيجابا على السياحة. غير أن الوضع تبدل كليا في ظل الإجراءات التي فرضها انتشار فيروس كورونا الذي تخطى عدد الإصابات به في كوبا 900، من بينها نحو 30 وفاة.